حصل لدي إشكال من قوله خشي أن تكون الساعة، مع أن هناك علامات لها لم تأتي بعد، فكيف نجمع بين الأمرين؟ وهل يمكن أن تأتي الساعة قبل العلامات التي يخبرنا بها؟ الله أعلم بذلك، الله قادر على كل شيء. أمر الساعة بيد الله سبحانه وتعالى، يجليها لوقتها متى شاء. نعم.